السلام عليكم طلاب، حلقة اليوم طبعا حلقة مخصوصة هي للمرحلة الأولى. الهدف من هاي الحلقة، يعني طبعا اللي متابعين قناتي يعرفون بأنه أنا ما أشرح للمرحلة الأولى صراحة، والسبب ليش؟ لأن يعني الفصل الجو التشريحية بحد ذاتها يراد لها وقت هواي، يراد لها ترتيب محاضرات. فيعني أنا مركز على الأساسيات اللي هي من المرحلة الثانية فما فوق، والوظيفة والعمل مال التخدير، يعني الأمور المهمة. سويت ميتينج قبل الأيام، ذكرت بيه للطلاب بأن التشريح والفسلجة هم الأساس بالمرحلة الأولى. فهذه الحلقة هي هدية لهم، هم كمعلومات وهم نفس الوقت حتى يتعلمون شلون يقرون الفسلجة والتشريح، باعتبار اللغة عندهم صعبة، زين منهج جديد عندهم، ما يعرفون النمط الصح بالقراءة. فأنا اختاريت موضوع الأناتومي and Physiology of the Heart، يعني تشريح وفسلجة القلب. نبلش أولا، طبعا من نخلي احنا محاضرة فسلجة وتشريح مختلطة، راح يصير التشريح مال القلب مختصر والفسلجة مختصرة، بس نفس الوقت شنو هي شاملة. فالقلب هنا نقرأ، هاي سهل النصيحة للطلاب، من تقرون مثلا قرأت The heart itself made up of four chambers، مثلا هاي العبارة، انتو هنا ما يحتاج انا اترجم كلمة كلمة. مثلا حفظت الهارت بانه هو قلب، هاي هذا المصطلح ثابت، مثلا كلمة made up متكون من، زين chamber مثلا حجر، فهاي العبارة فهمتها معناه القلب متكون من اربع حجر. هاي الحجر شنو؟ تو اتريا، يعني شنو؟ اذينات اثنين and تو فينتريكلز، بطينات اثنين. هاي عندنا صار كم مصطلح لازم نحفظ؟ الهارت، الاتريا، والفينتريكلز، يعني القلب، اذينات، بطينات. نجي عندنا هنا شو نقول؟ نقول الدي اوكسجينيت بلاد. اي مصطلح طبي يبدي بكلمة دي يعني معاكس، شلون يعني؟ يعني احنا من قلنا اوكسجينيت بلاد يعني الدم بي اوكسجين، من نقول دي اوكسجينيت يعني الدم الما بي اوكسجين، القصد به هنا الدم الوريدي. الدم الوريدي ايش بيه؟ راح يرجع لمن؟ للرايت سايد اوف ذا هارت. يعني شنو؟ الدم الوريدي راح يجي من الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي، راح يصبون وين؟ بالرايت سايد اوف ذا هارت، يعني بالرايت اتريوم. فيدخل طبعا السهم، ان شاء الله اوضح لكم هاي الدوره القلبيه شلون الدم والدوره الدمويه. فيقول لك الدم دخل المين؟ بالدوره الدمويه الوريديه بالتحديد. فبالتالي ايش راح يصير؟ راح يضخ الدم للرايت فينتريكل، بعدين وين يروح؟ يروح للرئه. الرئه شو تسوي؟ راح تاخذ الكربون دايوكسيد، زين شو تسوي؟ طرحه خارج الجسم وتطل الدم شنو؟ الاكسجين، فشي يرجع اوكسجينيت بلاد. الدم اللي بيه الاكسجين راح يرجع المن للليفت سايد. نقول ليفت سايد يعني هنا شو يقصد بيه؟ الجزء الايسر من القلب، بالتحديد الاذين الايسر. ورا وين اللي حيروح؟ حيروح للليفت فينتريكل اللي هو البطين الايسر. وراها راح يروح وين؟ للأورتا اللي هو الشريان الأبهر، بعدين الأتريال سيركوليشن الدورة الدموية الشريانية. بس من قرأناها فهمناه كفهم، وراها ورا ما فهمتوا تبدون تحفظون، لأن القلب متكون من أربع حجر، عندنا أذينات اثنين، بطينات اثنين، عندنا دم ما بي أكسجين، زين راح يروح للجهة اليمنى مال القلب، بعدين يروح للرئة، الرئة ترجع الدم دي اوكسجين المن للجزء الايمن الايسر من القلب، بالتالي راح يروح للبطين الايسر، يروح عن طريق الشريان الابهر الى بقية اجزاء الجسم. فعندنا هاي الصورة، هذا من قريته شو تسوون؟ تجون تحفظون بالصورة. هنا ايش عندنا؟ نحفظ مصطلح مصطلح، راح اترجمها لكم حتى شنو؟ سهلة القراءة. منقول بولمينري، اي مصطلح يبدي بكلمة بولمينري يعني رئوي، كلمة ارتري شريان،
بولميناري ارتري الشريان الرئوي، بولميناري فين هنا الاورده الرئويه، بولميناري رئوي الفين وريد، سوبريور فينا كافا الوريد اجوف علوي، الرايت اتريوم الاذين الايمن، انفيريور فينا كافا هنا الوريد الاجوف السفلي، رايت فينتركل. هاي خلصنا هذا الجزء. فهنا الشرح الفوق هذا شو يقول؟ يقول الدم اجا من هنا دخل للرايت اتريوم، راح يروح للرايت فينتركل، وراها راح ينتقل عن طريق الشريان الرئوي الى الرئه، وراها الرئه راح تاخذ الدم اللي ما بيه اكسجين وتعطينا الاكسجين، فيرجع عن طريق الاورده الرئويه. طبعا هنا المنطقه الوحيده بجسم الانسان اللي بيها الشريان ياخذ دم ما بيه اكسجين ويرجع الدم الاكسجين بالوالد هي فقط بالبولمينري ارتري والبولمينري فين. المهم رجع الدم البي اكسجين عن طريق البولمينري فين المن للليت اتريوم، ورا راح يدخل المن للليت فينتريكال ويروح عن طريق الشريان الابهر الى بقية اجزاء الجسم. هنا هاي هم جزء من التشريح، بالتشريح لازم نقرأ حجم وموقع العضو اللي بدنا نقرأه. هسه هنا على القلب، فالهارت ويت وزن القلب 250 الى 390 غرام، هاي وين بالرجال، و 200 الى 275 غرام ان وومن. زين طبعا هاي هنا يعني الوزن مقارب، لان هو شنو يختلف من انسان الى انسان. فشو يقولون وانتو سامعين هاي العبارة little large than the owner close fist؟ يعني شو يقول لك؟ من تقبض ايدك اليسرى راح تشوف بانه حجم القلب هو بقد قبضة ايدك اليسرى او قريبة الها. زين الطول مالته او يعني شو اسمه المساحة مالته هي 12 سنتيم طول و9 سنتيم. حتى بالاسئلة تجي دائما يسألون مثلا located مال العضو مثلا وين يقع، فمن نوصف القلب شو نقول؟ thoracic cavity يعني تجويف الصدر، chest يعني صدر. زين وين؟ in the medial sternum منتصف يعني منتصف يعني على عظمة القلب، between the lungs بين الرئتين، behind and left sternum يعني شنو؟ خلف عظمة القص، الستيرنم هي عظمة القص. هاي هنا قدامكم الموقع مالته وين؟ بالثوراسيك كافيتي تجويف الصدر، between the lung بين الرئتين، وشنو؟ خلف عظمة القص. هاي من قريتوا الشرح ترجعون للصورة تأشرون بيها حتى شنو ينحفظ عندكم. فهنا عندنا السوبريور فينا كافا هاي نحفظهن زين قلناها قبل شوية، والبيس اوف ذا هارت هاي هنا القاعدة، هنا الرايت لانج صار الرئة، هنا الليفت لانج الرئة اليسرى. زين بولمينال ترانك الجزء الرئوي يعني اللي هو مال الشريان الرئوي. زين الارش اوف اورتا القوس مال الشريان الابهر، والابكس اوف ذا هارت كلمة ابكس يعني القمة، الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز. فالمطلوب منكم شنو؟ تحفظون الصورة حتى من تقرون الموقع انتو شنو هنا تتذكرون. واضح؟ بلاد فلو هنا شنو نقصد بالبلاد فلو؟ الدم شلون راح يمشي او الدورة الدموية اللي راح تمشي بالقلب. عندنا هنا during each heartbeat يعني خلال كل نبضة نقول heartbeat نبضة، the right side of the heart راح يستلم receive blood from your body and then send it to lungs to pick up oxygen. يعني شو يقصد هنا؟ من القلب ينبض الجزء الأيمن مال القلب ايش بيه؟ قلنا يجي بيه الدم ما بيه أكسجين، راح يروح عن طريق الشريان الرئوي المين إلى الرئة، فيصير التبادل الغازي ويرجع الدم المادي العفو الدم البي اكسجين المن للليفت سايد عن طريق الأوردة الرئوية. هاي الصورة جدا جدا مهمة، هاي حتى شنو
اخاف تنسون بين شلون البلاد فلو بالهارت، يعني الدم منين يجي؟ فهنا ايش رايكم؟ هاي هنا رقم واحد، الدم يجي من الوريد الاجوف العلوي والسفلي. وين اجي؟ هذا شنو الجزء؟ رايت اتريوم. ورا وين راح يعبر؟ الصمام الثلاثي يسمونه التراي كاسب، هذا صمام ثلاثي. كلمة تراي ثلاثي، كاسب هنا صمام ثلاثي. وين راح يروح؟ للرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل وين راح يضخه؟ للبولميناري ارتري عن طريق الصمام الرئوي، البولميناري فالف. وين راح يروح؟ للرئة. ورا ما يروح للرئة يصير تبادل غازي، فش يرجع لنا؟ يرجع لنا الدم شبي بي اوكسجين عن طريق الاوردة الرئوية. وين دخل؟ دخل هنا للراي الليفت اتريوم اذين الايسر، عبر الصمام الثلاثي يسموه البايكاس فالف. ورا يروح للليفت فينتريكال، ورا عن طريق الصمام الابهر الى الشريان الابهر وبقية اجزاء الجسم. نجي على الجزء الاخ والمهم جدا، هو تشريح مثلجة القلب، الكاردياك كوندكشن سيستم. هذا ينحفظ مهم جدا جدا. الكاردياك قلنا القلب، الكوندكشن توصيل، نظام التوصيل في القلب. هاي ينحفظ، هسه هعدد الاسماء وراء نشوف على المخطط افهمكم. السينو اتريال نود يسموها اس اي نود، يعني العقدة الجيبية الأذينية. الأتريو فينتريكل نود الأي في نود، والباندل أوف هيس حسم حزمة هيس، والليت رايت باندل برانش زين الفروع اليسرى واليمنى، والبركنجي فايبرز ألياف بركنجي. هاي حفظتوها كأسماء، هسه شو تسوون؟ تجون وياي على الصورة حتى نباع مواقعهم. الأس أي نود هاي راح تعطي إشارة كهربائية لمن؟ للرايت اتريوم والمين للليفت اتريوم، تخليهم يتقلصون، وتعطينا اشاره كهربائيه للاي في نود. الاي في نود راح تعطي اشاره كهربائيه لمين؟ الى حزمه هيس اللي حتتقسم الى قسمين، رايت هاي جهه الرايت تنقسم الى جهه الليفت، راح تخلي البطينات شبيهن يبدأ بالتقلص لحد ما يوصلن وين؟ للبركنجي اوف فايبرز اللي هي هاي ماخذين منها صورة مقطعية زين وتوضيحية. فهنا يتقلص البطين بشكل كامل. فهاي كهربائية القلب جدا جدا مطلوبة ومهمة وتنحفظ لازم. الشرح الموجود هنا هو نفس اللي شرحته لكم بالصورة زين. قلنا الاس اي نود زين هي تعتبر نورمال اكشن بوتنشال، يعني شنو؟ من يقول لكم شنو الجزء الاساسي او الكهرباء الاساسيه بالقلب، هي تبدي من الاس اي نود. ورا الاس اي نود يقول راح تخلي نفس الشرح شرحته لكم بس هنا بالانجليزي، تروح للرايت اتريام ولليفت اتريام، وتروح بعدين للاي في نود. ورا بعدين من الاي في نود قلنا تروح الى الياف حزمه هيس العفو اللي تنقسم الى ليفت ورايت، وتنقل الإشارة الكهربائية على اليمين على حاجز القلب وتوصل إلى البطينات. آخر شيء الرايت باندل برانش شو تسوي؟ دبولار، يعني شنو دبولار زينج؟ يعني تخليه يتهيج ويتقلص الرايت فينتركل، بينما الليفت باندل برانش بلوك شو تخليه يتقلص؟ الليفت فينتركل. الحزمات اثنين هين وين راح تتشعب؟ بالبركنجي فايبرز. طبعا هي تعتبر من مليون من الحزم زين مسؤولة على شنو؟ اللي توصل آخر نقطة كهربائية إلى عضلة القلب. كلمة مايو يعني عضلة، كارديوم عضلة القلب. فإذن هنا عندنا يقول لك القلب من اللي يغذي؟ هسه عرفنا احنا الكهرباء بي العفو القلب بكهربائية، بس منو راح يغذي لنا هاي الكهربائية؟ هنا شغلتين مهمة اللي هو مصطلح السمباثيتك والبارا سمباثيتك. السمباثيتك هو الودي، والبارا سمباثيتك هو اللاودي. من نقول افرنت، انتبهوا للمصطلحات، هاي كلمة افرنت
زين، الافرنت يعني اللي ينطي، والافرنت الراجع. زين، فهسه نجي على السمباثيك. السمباثيك اللي هو يسموه يعني العصب مال تهيج، يعني بالعصبية شو يصير بالإنسان؟ قلبه يدق سريع، زين، يصير عنده ضغطه يرتفع، نشوفه يتعصب، زين، فكله يصير بالسمباثيك. فهنا شنو يقول لك؟ بوست جانجليونيك سمباثيك فايبر، يعني الألياف مال الجهاز الودي منين موجودة؟ على البارا فيرتبرال، هاي اللي تغذي القلب. بارا يعني حوله، الفيرتبرال فقرات. زين، فوين موقعهن؟ السمباثيك يعني الجهاز الودي اللي يغذي القلب، هو موقعه بالتي 1 الى تي 5. تي يعني شنو؟ الثوراسيك، الفقرات الصدرية من رقم 1 الى الفقرة الصدرية رقم 5، هاي كلها شنو؟ تتغذى عن طريق السمباثيك. بينما بالبارا سمباثيك حيصير بالعكس، اللي هو يقلل دقات القلب، يقلل ضغط الدم. زين، فهو الهدوء يعني. فالبارا سمباثيك انيرفيشن يعني يغذي عن طريق يا عصب الفيجل، الفيجل يسموه العصب المبهم اللي هو سجلنا تأثيره. وهذا العصب شي يغذي؟ يغذي الاس اي نود والاي في نود. فبالتالي من نحفز الباراسمباثيك، زين، حنشوف بأنه كهربائية القلب تضعف. وضحت الفكرة؟ فإذا باختصار يغذي العضلات، الأعصاب اللي تغذي القلب هي السمباثيك والباراسمباثيك. السمباثيك، زين، هي يمثل بارا فيرتبرال سمباثيك جانجليا، اللي هي موقعهن وين؟ من الفقرات القطنية الأولى إلى الفقرة القطنية الخامسة. وشو تغذي لي؟ الأذينات والبطينات والتوصيل الكهربائي مال القلب. بينما البارا سمباثيك لا، راح ياخذ الإشارة مالته منين؟ من الفيجال افرنت المبهم، العصب المبهم أو يسموه العصب العاشر. فراح ينقل لي إشارة كهربائية إلنا للأس أي نود والأي في نود، يبطئهن. زين، هسه نجي على شغلة لوخ مهمة هم اريدكم تركزون بيها. السمباثيك نيورون ريليز يعني شنو؟ هسه احنا هنا عرفنا عندنا سمباثيك وبارا سمباثيك. زين، السمباثيك شلون راح يخلي القلب يتهيج او يدق سريع، او مثلا يخلي الاوعية الدموية تتقلص؟ زين، فهنا انتبهوا يا يعني. السمباثيك راح يحرر مادة اسمها النور ابنفرين. النور ابنفرين لها اسم، اما نور ابنفرين او نور ادرينالين، وكلكم سامعين بالادرينالين. فالنور ادرينالين راح يتحرر منين؟ من الجهاز السمبثاوي اللي يغذي القلب. هو شو يمثل؟ يمثل كاتيكول امين. كاتيكول امين هو مصطلح يطلق على النور ابنفرين وعلى الادرينالين وعلى الدوبامين، اي شيء يحفز القلب يسموه كاتيكول امين. ايش راح تفعل؟ تحفز لي المستقبل بالقلب اسمه بيتا 1، ينحفظ هذا. البيتا 1 ريسبتر يعني المستقبل مال بيتا 1 راح يجي له نور ابنفرين او نور ادرينالين. فش راح يسوي لي؟ يسوي لي التأثيرات الآتية اللي هي هسه نحكيها وبعدين اقولكم على هالملاحظة. يسوي لي كرونوتروبيك، هذا المصطلح ينحفظ من نسمع كلمة كرونوتروبيك يعني شنو؟ أي شيء زيادة بدقات القلب. بينما الدروموتروبيك يعني وين السرعة تصير بالإشارة الكهربائية خلال أي في نود، انتبه. بينما الإنتروبيك حتزيد الكونتراكتيليتي، يعني الكونتراكتيليتي يعني قوة التقلص. اليوزتروبيك اللي هي تسرع ارتخاء العضلات القلبية بعد التقلص. هاي المصطلحات ليش انا كتبتها لكم وقلت لكم مهمة؟ السبب لان يعني ان شاء الله من راح تدرسون الادوية وتدرسون التخدير، مثلا تقرون كتب التخدير يقول لك هذا المريض راح نعطيه انتروبيك دراج، يعني شنو؟ ادوية راح تزيد قوة تقلص عضلة القلب. بينما من نقول نعطي ادوية كرونوتروبيك يعني ادوية راح تزيد لسرعة القلب. هنا
خليت ملاحظة، الإبنفرين اللي هو الأدرينالين هم يعتبر ضمن الكاتيكول أمين اللي هسه قلت لكم. الكاتيكول أمين هي مجموعة متمثلة من النور أدرينالين والأدرينالين والدوبامين. زين، هذا ايش بي الأدرينالين؟ وين العفو ينصنع؟ ينصنع من الأدرينال جلاند، الغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلى، فيتحرر للدورة الدموية وهم يتحد ويا من ويا الريسبتر بيتا 1. فإذا ريسبتر بيتا 1 اللي هو حيحفز القلب ويسوي هاي الأربع نقاط، حصل عن طريق اثنين النور ابنفرين اللي هو يطلع من السمباثيتيك، ويتحفز عن طريق الأدرينالين اللي يتحرر من الغدة الكظرية الأدرينال جلاند، بينما الباراسمباثيتيك، الباراسمباثيتيك احنا قلنا بالعكس. بس شنو احنا ليش هنا راح نحفظ هالتفاصيل تفيدنا بالأدوية مستقبلا. الباراسمباثيتيك راح يحفز الأستايل كولين، حفظه تبهولي على هالنقطة. الأستايل كولين شو مثل كولينيرجيك هرمون، يعني ذني هم ان شاء الله تاخذون أدوية سموها الكولينيرجيك. هاي الأدوية شنو تتحرر، العفو هذا الأستالكولين تحرر من الباراسمباثيتيك نيورون، بس ويا من يتحد؟ يتحد ويا الماسكارينيك ريسبتر يسموها الام 2 ريسبتر. فهاي شو تسوي؟ حسوي شغلتين، نيجاتيف كرونوتروبيك. احنا قلنا الكرونوتروبيك يزيد دقات القلب، فمن نقول نيجاتيف يعني يقلل دقات القلب. زين، فاذا نعيدها مختصر، البار احنا قلنا بالقلب يغذي عصبين، السمباثيتيك والباراسمباثيتيك. السمباثيتيك اللي هو شنو؟ حيحررني النور ادرينالين يتحد ويا بيتا 1 ريسبتر، والادرينالين اللي يتحرر من الغده الكظريه وهم يتحد ويا بيتا ريسبتر. هذان اللي تهيج القلب، بينما اللي تبطئ القلب اللي يتحرر من الباراسمباثيتيك اللي هو الاستايل كولين. الاستايل كولين راح يتحد ويا من؟ ويا الماسكارينيك ريسبتر، فبالتالي يسوي لي نيجاتيف كرونوتروبيك اللي هو يعني تقليل دقات القلب. فاذا عندنا مصطلحات مهمه زين لازم نفهمها. من نقول الرذم، الرذم مال القلب يعني شنو؟ بانه القلب دا يدق منتظم او غير منتظم. الكونتراكشن المصطلح الثاني اللي هو التقلص، بانه القلب دا يقدر يتقلص ويضخ الدم بقية اجزاء الدورة الدموية او لا. اكزايتابيلتي وهنا عضلات القلب نشوفها تستجيب للتقلص لو لا. زين، بينما الكوندكتيف اللي هو التوصيل، لانه عضلات القلب هل تقدر تستقبل اشارة الكهربائية. زين، فهاي المصطلحات يعني دائما تشوفوها من نقول لك ريزم يعني القلب منتظم او لا، كونتراكشن دي يتقلص او لا، اكزايتابيلتي التهيج يستجيب للحوافز لو لا، الكوندكتيف توصيل كهربائي. بالاي سي جي، اي كي جي او الاي سي جي يعني تخطيط القلب، راح ندرس شغلتين الريزم والكوندكشن. يعني من نسوي تخطيط قلب المريض راح نعرف من خلال الريذم اللي هو هل القلب منتظم او لا، والكوندكتيف اذا اكو مشكلة بالتوصيل الكهربائي لعضلات القلب. زين، عندنا شغلة الاخرى اللي هي الشرايين التاجية يسموها الكورينري ارتري. فهنا انا سويت لكم جدول ملخص الها زين، حتى شنو نشوفه هنا ونلاحظ الصورة. الارتر اللي هو عندنا الليفت انتيريال ديسيندينج، هذا شبي يجي من السايد من جانب القلب زين ويروح على البطينات. شنو شغله او عفوا الفروع الرئيسيه مالته؟ دياجونال سبتال. السيركونفرنس ارتري هذا حيجي من خلف القلب ويروح للجهه اليسرى للبطين. زين، الجزء اللي يتفرع منه شنو؟ اوبليك مارجينال. زين، عندنا الرايت كوريناري ارتري يعني الشريان التاج الايمن راح يجي من الرايت فينتركل. زين، بعدين وين يروح؟ من قاعدة القلب ويغذي السبتم، العفو الحاجز الاذيني
البطيني. والفروع مالته اللي هو البوستيريور ديسيندينج ارتري، الشرايين تنحفظ بدون ترجمة، يعني الصفحة كلها تنحفظ بدون ترجمة. وهاي الصورة اللي يحب يعني باوع اسمها الشرايين القلبية. راح تقولون زين هاي ايش راح نستفاد منها؟ ان شاء الله مستقبلا من يدرسون الطب الباطني، مثلا من يقول لك صارت جلطة بفلان مكان بالقلب، فتعرف يا شريان متضرر. فإذا باختصار القلب عنده نوعين من الفعاليات، ميكانيكال يعني ميكانيكي ما يحتاج كهرباء اللي هو التقلص والانبساط، بينما الجهد الكهربائي مال القلب اللي هو الديبولاريزنج والريبولاريزنج، يعني الكهرباء من تتحفز والكهرباء من تنخمد. هنا عندنا ضغط الدم، زين هذا من ضمن الفسجة. ضغط الدم شي يمثل قوة ضخ الدم على جدار الأوعية الدموية، يعني القلب من يضخ الدم على الأوعية الدموية زين شقد راح يحتاج مقاومة. فإذا ضغط الدم بشكل مختصر زين عندنا السايستوليك بلاد بريشر يعني الضغط الانقباضي والدايستوليك بلاد بريشر. عندنا مصطلح ان شاء الله من الدوام من عمليات راح تشوفوه الـ MAP اللي هو المين ارتريال بلاد بريشر. هذا الفكرة منه شنو؟ هو الطبيعي مالته من 70 إلى 100، وبالتخدير من 60 أو 65 إلى 110. هذا الرقم مثلا هنا إذا أعلى من 70 معناه الدم ده يوصل للأعضاء الحيوية، بينما إذا لا أقل من النورمال يعني الدم ما يوصل للأعضاء الحيوية. فالسؤال إلكم شنو هي الأعضاء الحيوية؟ الـ Vital Organ، بحثوا عنها بالنت وخلوها بالتعليقات. المعادلة حتى نحسب المعدل الوسط الضغط الدم هي 1/3 سايستوليك بلاد بريشر زائد 2/3 دايستوليك بلاد بريشر. السيستميك بلاد بريشر يعني ضغط الدم زين يعتمد على شنو؟ على قوة تقلص القلب، وعلى ان القلب ايش قد راح ينتج لي شنو ينتج لي يعني النتاج القلبي الكاردياك اوتبوت. بالمقارنة إلى شنو؟ لأن القلب هسه من ضخ الدم شي يحتاج؟ يحتاج أنابيب توصل الدم للجسم اللي هي الأوعية الدموية. فالأوعية الدموية كل ما تتقلص كل ما صعد لضغط الدم. فشي يسموه systemic vascular resistance، systemic vascular resistance مقاومة الأوعية. فحتى نحسب ضغط الدم اللي هو شي مثل أو نفهمه بأنه هو يساوي النتاج القلبي الكاردياك اوتبوت في سيستميك يعني النظامي فاسكولار الأوعية ريسيستنس مقاومة الأوعية. كاردياك اوتبوت شنو يعني؟ يعني حجم الدم اللي يضخه القلب زين خلال الدورة الدموية خلال دقيقة واحدة. يعني القلب شقد يضخ دم بالدقيقة الواحدة؟ فهم حاسبيه بأنه من 5 إلى 6 لتر. هذا شخص وزنه 70 كيلو، 5 إلى 6 لتر بالدقيقة. الكاردياك اوتبوت شو يساوي؟ يساوي الهارت ريت في سيستميك فاسكو في الستروك فوليوم. يعني الانتاج القلبي يعتمد على القلب ايش قد سرعته وايش قد بانه البطين يشيل دم ويدفع للجسم. الستروك فوليوم زين هاي ما اريد ادخلكم بتفاصيلها زين، بس هو مثل ما قلت لكم هذا هنا البطين مو راح ينترس بالدم، لانه شقد انترس هو هذا يسموه ستروك فوليوم، خلال كل نبضه شقد ينترس. هاي هنا مخطط توضيحي بانه هنا يسموه بريلود، يعني بانه الجسم شقد رجع دم للقلب، وهنا شقد الدم الجسم راح ينطي دم زين، فيسموه البريلود والافتر لود. اتمنى المحاضرة سهلة وواضحة، طبعا يعني انا اختصرتها بس حبيت اوضح لكم شلون تقرون الفسلجة والتشريح. وان شاء الله اي شي تحتاجون انا ما اقصر وياكم زين، وتعرفون معرفي، تعرفون قناتي، تعرفون صفحتي على الفيسبوك.
تحياتي لكم ويا رب كل التوفيق والنجاح.